وعبر اتصال هاتفي في برنامج الخط المباشر الذي يبث في إذاعة وتلفزيون الشارقة، أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن سعادته بما شاهده في مهرجان الشارقة القرائي للطفل وتفاعل الأطفال مع مختلف فعالياته. من جانب آخر تطرق سموه إلى معلومات تاريخية حول اسم الشارقة وغيرها من المدن العربية التي وردت في خرائط بطلموس تعود إلى فترات تاريخية قديمة جدا، كما قدمه سموه بعضا من النصائح للباحثين والشباب. هذا الكتاب في أسماء عربية، وفي كذلك إشارة لمبنى عليه صليب، وفي مكان فيه هلال على مبنى. معنى هذا بعد الإسلام أنا رحت وجمعت جميع الخرائط التي نسخت، والخرائط هذه تسمى خرائط طلبة بطليموس الذين يدرسون موضوع بطليموس من المادة المكتوبة إلى المادة المنقوشة بالخرائط. فأنا رحت وجمعت جميع الخرائط سنة بسنة وأفتش هل فيها اسم عربي؟ ما فيها. وأنا أمشي الآن وصلت 1454، وإذا أنا أوصل إلى خارطة فيها الأسماء. رحت درست هذا الشخص اللي عمل هالخرائط، شو يقول؟ يقول أنا كلفني السلطان العثماني صديقي أن أعمل له خارطة بالعربي. معنى ذلك أن في 1454 زودوا العثمانيين بهذه الأسماء اللي في الجزيرة. أيوة. وفي الشام وفي كذا وفي كذا. الإنسان اللي يعني يرغب في البحث وفي العلم لازم يكون عند الملكة اللي يحفظ فيها التاريخ ويحفظ التواريخ. الإنسان لما يكون يوثق، يعني أنا حتى لما أكتب أوثق لازم أحط أنا من المصدر مالي. أنا أكتب للناس، أنا ما أكتب يعني اللي أوثقها وأحفظها في الأدراج، لا، أنا عندي أسلوب أثقف به الناس التاريخ. ولذلك أنت ما تمل الكتاب إذا قرأته. ندعو الشباب لا تفتتن أنت بهذا الجسم، لا تفتتن تركض وتنط وتذاك، لا، ترى هذا يا سبحان الله يعني صدمة سيارة لا قدر الله تخليك معوق. يا شاب ألطف بنفسك، ألطف بنفسك واذكر هذه النعم اللي الله أعطاك إياها، واعمل الخير لا تعمل الشر، امشي في طريق الصلاح لا تمشي في طريق الفساد. أنت اليوم إنسان شاب، أهم شيء الرسالة اللي الله أعطاك إياها أنك تكون أسرة، وتكوين الأسرة يأتي بزوجة صالحة، صحيح، بيت صالح، تربية صالحة، أولاد صالحين.